بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله، آنسه الله عوضه الله الجنة، في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور، وصلنا إلى قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود وابن ماجة وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبو الشيخ وابن مردوية والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال المشركون، وفي لفظ قالت اليهود: لا تأكلون مما قتل الله وتأكلون مما قتلتم أنتم. فأنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن الضحاك رحمه الله قال: قال المشركون لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: هذا الذي تذبحون أنتم تأكلونه، فهذا الذي يموت من قتله، فهذا الذي يموت من قتله؟ قالوا: الله. قالوا: فما قتل الله تحرمونه، وما قتلتم أنتم تحلونه. فأنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الآية. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ والطبراني وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا، فقالوا له: ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال، وما ذبح الله بمسمار من ذهب يعني الميتة فهو حرام. فنزلت هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال: الشياطين من فارس وأولياؤهم قريش. وأخرج أبو داود في ناسخه عن إكرمة أن المشركين ليجادلوكم، قال: الشياطين من فارس وأولياؤهم قريش. وأخرج أبو داود في ناسخه عن عكرمة أن المشركين دخلوا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: أخبرنا عن الشاة التي إذا ماتت من قتلها؟ قال: الله قتلها. قالوا: فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال، وما قتله الله تعالى حرام؟ فأنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردوية عن ابن عباس: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني الميتة. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس:
قال يوحي الشياطين إلى أوليائهم من المشركين أن يقولوا تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله، فقال إن الذي قتلتم يذكر اسم الله عليه وإن الذي مات لم يذكر اسم الله عليه. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالوا يا محمد أما ما قتلتم وذبحتم فتأكلونه، وأما ما قتل ربكم فتحرمونه، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. في كل ما نهيتكم عنه أنكم إذا لمشركون. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة رحمه الله قال عمد عدو الله إبليس إلى أوليائه من أهل الضلالة فقال لهم خاصموا أصحاب محمد في الميتة فقولوا أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلون، وأما ما قتل الله فلا تأكلون، وأنتم زعمتم أنكم تتبعون أمر الله، فأنزل الله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإنا والله ما نعلمه كان شركا قط إلا في إحدى ثلاث: أن يدعى مع الله إله آخر، أو أن يسجد لغير الله، أو تسمى الذبائح لغير الله. وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم قال إبليس أوحى إلى مشركي قريش. وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ذبح فنسي أن يسمي فليذكر اسم الله عليه وليأكل ولا يدعه للشيطان إذا ذبح على الفطرة، فإن اسم الله في قلب كل مسلم. وعلى هذا الرأي الإمام الشافعي فإنه قال أما التسمية فسنة وتركها مكروه، ومن ذبح بلا ونسي التسمية فلا شيء عليه، وإن استطاع أن يذكر البسملة فليفعل كما ذكر سيدنا عبد الله بن عباس. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي مالك في الرجل يذبح وينسى أن يسمي قال لا بأس به. قيل فأين قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ قال إنما ذبحت بدينك أي فطرتك وتوحيدك. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال نهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش على الأوثان، وينهى عن ذبائح المجوس لأن هذه كلها لم تذبح على الفطرة. وأخرج عبد بن حميد الراشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال سمى أو لم يسمي ما لم يتعمد والصيد كذلك. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عروة قال كان قوم أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا بلحم إلى المدينة يبيعونه، فتحنثت أنفس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وقالوا
لعلهم لم يسموا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سموا أنتم وكلوا. وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله تعالى فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله تعالى. وقال أخرج ابن عدي والبيهقي وضعفه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت لرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله على كل مسلم. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن طاووس اليماني قال: مع المسلم ذكر الله، فإن ذبح ونسي أن يسمي فليسمي وليأكل، فإن المجوسي لو سمى الله على ذبيحته لم تؤكل. وهذه العبرة راجعة إلى فطرة الذابح، فإن الموحد من المسلمين فطرته كافية في حلية ذبيحته، والمجوسي لو سمى الله أو غير ذلك لا تؤكل ذبيحته اعتبارا بفطرته وما كان عليه من المجوسية. وأخرج أبو داود والبياقي في سننه وابن مردوية عن ابن عباس في قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فنسخ واستثنى من ذلك فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: كلوا ذبائح المسلمين وأهل الكتاب مما ذكر اسم الله عليه. وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن سيرين في الرجل يذبح وينسى أن يسمي قال: لا يأكل. وأخرج النحاس عن الشعبي قال: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا قول الإمام مالك وقد أخذ بظاهر الآية والله أعلم. وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إبليس: يا ربي، كل خلقك بينت رزقه، ففيما رزقي؟ قال: فيما لم يذكر اسمي عليه، فيما لم يذكر اسمي عليه. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن معمر قال: بلغني أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن ذبيحة اليهود والنصراني فتلا عليه: أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب. وتلا قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وتلا عليه: وما أهل به لغير الله. قال: فجعل الرجل يردد عليه، فقال ابن عمر: لعن الله اليهود والنصارى وكفرة الأعراب، فإن هذا وأصحابه يسألوني فإذا لم نوافقهم أنشأوا يخاصموني. وأخرج ابن أبي حاتم عن مكحول قال: أنزل الله في القرآن: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ثم نسخها الرب عز وجل ورحم الله المسلمين، ثم نسخها الرب عز وجل ورحم المسلمين: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وإن أطعتموهم، يعني في أكل الميتة استحلالا،
إنكم لمشركون مثلهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي رحمه الله أنه سئل عن قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فقيل تزعم الخوارج أنها في الأمراء، قال كذبوا، إنما أنزلت هذه الآية في المشركين، كانوا يخاصمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون أما ما قتل الله فلا تأكلوا منه، يعني الميتة، وأما ما قتلتم أنتم فتأكلون منه، فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إلى قوله إنكم لمشركون، قال لئن أكلتم الميتة وأطعتموهم إنكم لمشركون. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له إن المختار يزعم أنه يوحى إليه، قال صدق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي زميل قال كنت قاعدا عند ابن عباس رضي الله عنه وحج المختار بن أبي عبيد، فجاء رجل فقال يا أبا عباس زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة، فقال ابن عباس صدق، فنفرت وقلت، يقول ابن عباس صدق، وقال ابن عباس هما وحيان، وحي الله ووحي الشيطان، فوحى الله إلى محمد ووحى الشيطان إلى أوليائه، ثم قرأ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، قوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما أومن كان ميتا فأحييناه، قال كان كافرا ضالا فهديناه وجعلنا له نورا هو القرآن كمن مثله في الظلمات أي الكفر والضلالة. وأخرج الإمام عبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد رحمه الله في قول أومن كان ميتا قال ضالا فأحييناه فهديناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس قال هدى كمن مثله في الظلمات قال في الضلالة أبدا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة في قوله أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، قال نزلت في عمار بن ياسر. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، قال عمر بن الخطاب كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يعني أبا جهل بن هشام. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم في قوله ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، قال أنزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل بن هشام كانا ميتين في ضلالتهما، فأحيا الله عمر بالإسلام وأعزه وأقر أبا جهل في ضلالته وموته.
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله: أو من كان ميتا فأحييناه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كمن مثله في الظلمات، قال أبو جهل بن هشام. وأخرج أبو الشيخ عن أبي سنان: أو من كان ميتا فأحييناه، قال نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، قال هذا المؤمن معه من الله بينا، وبها يعمل وبها يأخذ وإليها ينتهي، وهو كتاب الله، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: مثل الكافر في ضلالته متحير فيها متسكع فيها لا يجد منها مخرجا ولا منفذا. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، قال القرآن، قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال: أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة في قوله: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، قال نزلت في المستهزئين، وهم مجموعة من زعماء قريش كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيهم في موطن آخر من كتاب الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. وكل هؤلاء قد قتلوا في غزوة بدر وألقوا في القليب، والحديث في الصحيحين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، قال سلطنا شرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله أكابر مجرميها، قال عظماؤها، قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ ابن جريج في قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، وذلك أنهم قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى ما دعاهم إليه من الحق: لو كان هذا حقا لكان فينا من هو أحق أن يأتي به من محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. أما قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أخرج الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد
فجعله وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. فمعنى الحديث أن الأمة بمجموعها لا تجتمع على ضلالة، وما رآه المسلمون جميعا حسنا كان عند الله حسنا، وفي هذا عصمة لعموم هذه الأمة، وأن اجتماعهم على أمر دال على أنه حسن عند الله عز وجل، وبه قال جل الفقهاء. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي حسن قال أبصر رجل ابن عباس ويدخل من باب المسجد، أبصر رجل ابن عباس ويدخل من باب المسجد، فلما نظر إليه رعاه فقال من هذا؟ قال ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله سيصيب الذين أجرموا قال أشركوا، صغار قال هوان. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله صغار قال ذلة. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله بما كانوا يمكرون قال بدين الله ونبيه وعباده المؤمنين. قوله تعالى فمن يرد الله أن يضله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أخرج ابن المبارك في الزهد أي عبد الله وعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردوة والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي جعفر المدائني رجل من بني هاشم وليس هو محمد بن علي، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم لما بعده استعدادا. قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قالوا كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال نور يقذف فيه أي في صدورهم فينشرح له وينفسح له. قالوا فهل لذلك من إمارة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور واستعداد للموت قبل لقاء الموت. وأخرج عبد بن حميد عن الفضيل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت قول الله من يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام فكيف الشرح؟ قال إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه النور فانفسح لذلك صدره. فقال يا رسول الله هل لذلك من آية يعرف بها؟ قال نعم. قال فما آية ذلك؟ قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود وحسن الاستعداد للموت قبل نزول الموت. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب ذكر الموت عن الحسن قال لما نزلت هذه الآية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لهذه الآية علم تعرف به؟ قال نعم. قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل أن ينزل.
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.